خلونا معنا اتصال اخر، الاستاذ عبد المجيد احازر من سكان قريه اغران اللي فيها اقليم شفشاون. استاذ عبد المجيد مساء الخير. مساء النور. قول لنا ما هو الوضع الان، يعني انتوا في هذه نفس كلمني عن المنطقه الجبليه اللي سقط فيها الطفل. تفضل. منطقه جبليه باعلى سلسله جبال الريف باقليم شفشاون شمال المملكه المغربيه. نعم. الان ما هو تفضل يا فندم. الحادث وقع يوم الثلاثاء على الساعة الثانية، يعني بعد الزوال، سقط الطفل ريان في غفلة من والديه بثقب مائي على عمق 32 متر. هل هذه المنطقة فيها آبار مثلا كثيرة، ولا ده بئر غريب، ولا ايه بالضبط؟ المنطقة هي معروفة، يعني منطقة معروفة جبلية، نعم فيها عدة آبار، من يعني هناك ثقب مائي يعني ضيق، وكذلك هناك آبار يعني كبيرة الحجم، وهذه الساكنة تستعمل هذه الآبار للاستعمال المنزلي ولري الفلاحة. نعم موجودة. نعم. الآن ما هو الوضع، يعني في تجمهر للناس في الدرك، هل في أنباء جديدة؟ لأن حتى هذه اللحظة ليس لدينا أنباء يعني دقيقة. تفضل. يعني بعد 5 أيام متتالية من الأشغال في الحفر يعني الأفقي والعمودي، ربما هذه الليلة يصلون إلى الطفل ريان، لأن شاهدنا وجود سيارتين للإسعاف مزودة بالأكسجين تقف أمام الحفرة، كذلك هناك مروحيتين للدرك الملكي على مقربة من الحادث، ستعمل على نقل الطفل جوا إلى تطوان، إلى المستشفى الجهوي بتطوان. هل تعرفون الأسرة مثلا، ولا الأسرة يعني من قرية أخرى؟ نعم. هل تعرفون الأسرة، يعني هل تعرفون الأسرة معرفة شخصية، الأب مثلا أسرته، ولا هي من قرية أخرى؟ لا، هم أبناء هذه القرية، الأب والأم أبناء هذه القرية، لأن هنا في المناطق الجبلية يعني كلهم تقريبا أقارب وعائلات وأنساب فيما بينهم. نتمنى يعني السلامة للجميع، ونتمنى طبعا أنه ريان يخرج. هذه الليلة، ربما هذه الليلة إن شاء الله يتم استخراج الطفل، لأن الأشغال اقتربت كثيرا إلى مكان تحديد الطفل، يعني ربما يعني بعد السويعات سيتم استخراج الطفل ريان. مين الناس المتجمهرة؟ يعني احنا بنشوف صور، دي صور على الهواء يا جماعة مش كده، بنشوف صور على الهواء مباشرة. مين الناس المتجمهرة؟ جاءوا من جميع مدن وأقاليم وجهات المملكة المغربية، وهناك وجود كثيف للصحافة الوطنية والدولية والمحلية، كذلك وجود كثيف لكل القوات الأمنية والأطقم الطبية وعناصر الوقاية المدنية، الكل متجند منذ 5 أيام، والكل يعمل جاهدا للوصول إلى الطفل. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد المجيد حازر من سكان قرية أغران بإقليم شفشاون في شمال المملكة المغربية.